وفرة في المنتوج وتنوع في الاختيار هو ما طبع معرض المستلزمات المدرسية بولاية بوج بوعريريج المنظم تزامنا والدخول المدرسي المرتقب. هذا المعرض يضم متعاملين اقتصاديين في مجال الانتاج وكذا في مجال التوزيع بالجملة للأدوات والمستلزمات المدرسية. دونك كذلك نسقنا مع الديوان الوطني للكتاب المدرسي الذي وفر جميع الكتب المدرسية للأطوار الثلاثة. الفضاء الذي قدم مساحات للبيع المباشر كان فرصة للأولياء لاقتناء الأدوات بأسعار معقولة والكتب المدرسية بأسعار مقننة. كانت بادرة لتخفيف الضغط على الأولياء وعلى المواطنين. هذه المناسبة وفرنا نقطة بيع معتمدة لتوفير الكتاب المدرسي بأسعار مقننة في متناول الجميع. المنتوج الوطني كان حاضرا خاصة ما تعلق بالمآزر، المحافظ المدرسية والكراريس، بالإضافة إلى مختلف الأدوات التعليمية. بنا هنا ان شاء الله باش نقضيو الاولاد، نقضيو لهم بون الاشياء نتاع الدخول المدرسيه، الادوات، المحافظ، لي ساكادو كذا مني، المهم قضينا كلش يعني الحمد لله. جينا يعني باش نشريو الادوات على الدخول المدرسي، يعني الحمد لله كاين اسعار ملاح ومقبولين، والادوات كاينه عيا رفيعه ومليحه، يعني كاين كلش واش حابين نشريو. جينا هنا لقينا كلش يعني. وعلى أمل تخفيف أعباء الدخول المدرسي على الأولياء تتواصل معارض الأدوات والكتب المدرسية في ربوع الوطن كضمان لتوفير ضرورية التمدرس لجميع التلاميذ.